حياكم الله في مطبخ ضحى. اليوم معانا أكلة ما في أحد ما يحبها، والناس يزملون لها، يعني اللي جاي يسويها يقول محاشي ورق عنب، يحسونها يعني مرة مرة صعبة، وهي أسهل منها ما في. أنا بعطيكم إياها بطريقة أسهل من السهلة. طيب نبدأ في المقادير. أول شيء محاشي، أنا بسوي أكلتين مع بعض يعني نفس الحشوة وبحشيهم. الخضار زي ما تحبون، تبون كوسة، تبون جزر، تبون بطاطس، تبون طماطم، اللي انتو تحبون تسوونه سووا. تبون فلفل ملون، تبون فلفل حار يجي منه احجام، اللي تحبون تحشونه احشوه. وعندي اول شيء هنا الخضار اللي انا بستخدمها اليوم، وعندي ورق العنب، والاشياء اللذيذة الحين بتكلم عنها، الاشياء اللي تعطيه الطعام والنطاعة واللذاذة. عندي هنا لحمة براحتكم، تبون ريش، تبون، انا رحت للحام قلت له ابغى رقبة طيب ويشيل العظم منها. ليش اخترت هذه اللحمة بالذات؟ أول شيء لأن فيها نسبة دهن، يعني الورق عنب باللحمة اللي نسميه يبرأ بالعصاعيص لازم يكون فيه شوي دهنة عشان كذا يجي الأكل لذيذ ومتسبك، فأنا اخترت هذه القطعة عشان تكون مدهنة. طيب إذا ما عندكم هذه شو تسوون؟ ممكن تاخذون ريش، بعد الريش فيها نسبة دهن، ممكن تحطون لحم عادي ومع قطع دهن اللي انتم حابين تستخدمونه، بس اللحمه القطعه هذه بتتفتت وبتعطي طعم مره لذيذ. طيب كني اسوي دعايه للحم صح؟ طيب الحين جينا عند العصفر. العصفر شوفوا شكله يشبه الكركم، هذا لجاء احد يعني ارتعب يقول له اشرب عصفر في العزاء، احيانا نشوفه مره مره مفيد للنفسيه، لوسعة الصدر، واحد ضايق صدره، مرة مرة مهم. زي ما قلنا أي شيء برتقالي ترى ما في زيه، ريحته يعطي المحاشي ريحة تشمونها على بعد ميل. طيب الحين عندي هنا ملح، عندي كمون، الكمون حب، شوفوا كيف، بس الحين بجرشه هنا نص جرشة، أو إذا حمصتوه تطلع الريحة الحلوة منه، الزيوت العطرية. دائما إذا إحنا نبغى بهار يبرز مرة إيش نسوي؟ مو لازم نحط زيت، نحط المقلاية على النار، مجرد ان نعرض البهار لدرجة حرارة بتطلع الزيوت العطرية اللي فيه وبتصير نكهته اقوى مرة. طيب وعندي هذا الكمون، عندي ثوم، الثوم عاد بهذه الاكلة اغلطوا عدوا. طبعا هي شيء يراجع لكم، اذا حبيت تخففونه مو مشكلة، هو بيكون مطبوخ مع الطبخة فيعني بتخف شوي. وانا عن نفسي حطيت ثوم عادي وثوم ايش؟ راس، عشان اللي يبغى يزيد ويمعسها على الأكل لا يقصر. طيب وبعدين عندي فلفل أسود وبرضه بجرش جرش، أنا بطحن وبجرش اثنين، لأن يعني الفلفل مرة يناسب اللحم والأكلة اللي أنا بسويها. طيب وعندي للذاذة والنطوعة شوي دبس رمان للحشوة، أوكي، وبحط طبعا عصرة ليمونة كمان للحشوة. وهذه عندي هنا لحم، شوفوا اللحم ما في دهن مرة، خلاص الدهن اللي هنا يكفي، وبزيد سمنة كمان، لحم مفروم إذا كان مدهن أحسن طبعا. ليش؟ أنا بقول لكم ليش. الحين أنا لما أحط المحاشي في الكوسة كيف تطلع كل رزة وأختها، كيف تطلع الرزة كذا، الحين بوريكم السر بالمحاشي كيف تطلع الرزة كذا ماخذ راحتها، تشوفون كل واحدة كذا كأنها لوحة فنية، بوريكم آخر الحلقة بفتح لكم كم محشية تشوفون. طيب عشان كذا اللحمة لازم تكون مدهنة، إذا ما عندنا دهن شو نسوي؟ نحط نوع أبدا، زيت، زبدة، سمنة، اللي يعجبكم، طبعا السمنة ريحتها ألذ. طيب وعندي رز مصري، أشوف البعض يستخدم محاشي بالرز العادي، كل شيء براحتكم، الطريقة اللي أنتوا، بس أنتوا جربوا طريقتي وبتشوفون الفرق. هذا الرز المصري الحين بحطه مع اللحم، عندي نعنع يابس، يا سلام تشمون ريحته. نعناع اليابس كيف النشفة؟ حطوه نص دقيقة بالميكروويف تحته كذا منشفة، اغسلوه حطوه نص دقيقة بالميكروويف وبعدين طلعوه، بتلاقونه زي كذا ولونه ما بيتغير ولا بيتعرض لغبار ولا بيتعرض لشيء. شوفوا شلون ما أحلاه وريحته مرة مرة حلوة. عندي معجون طماطم هنا، طيب أنا في بوريكم هذا معجون الطماطم، والطماطم بستخدمهم بس مع المحاشي، مع اليبرق ما بنستخدم هذه الأشياء، بنستخدم بس الليمون. وإذا أنتوا حابين يعني، بس هي الأكلة كذا بتشوفون لونها كيف بيطلع، لون المرقة والصوص بيطلع شيء خطير. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالمقادير حقتنا. أول شيء بنحط الرز المصري،
اوكي، وبعدين بنحط عليه اللحمة، وبوريكم كيف نحفر وكيف نحط الحشوة. كذا يكفي، شوف على حسب يعني كمية اللحم. انا ابغى تصير الكمية متناسبة مع بعض، ما ابغى اللحم يزيد، عشان ايش؟ ابغى اشوف كيف بيطلع لونها. هذه لازم اسويها قبل واتركها بعدين احفر، عشان ابغى الطعم يتنكه من بعض. بحط هنا شوي من العصفر، ريحته يا سلام عن جد ريحة تريح النفسية. وبحط هنا، بجيب عندي هنا المطحنة، طيب بحط فيها بهاراتي. هذه المطحنة، ليش نطحن البهارات قبل؟ عشان تطلع النكهة القوية اللي فيها. نجرشهم مع بعض، حطيت شوي فلفل أسود، كمون، ونبدأ نجرش. الحين حتى الثوم بسويه بدقة الثوم، وبرجع أدقه مع الكزبر، أبي النكهة حقته تطلع صدق مع رشة ملح. ليش يحطون الثوم مع الملح ويدقونه؟ عشان يصير أسهل، زي ما أقول لكم الملح يطلع السوائل اللي في أي شيء. طلعت الريحة الحلوة الحين، يا سلام يا سلام. ونبدأ نحط السمنة، المواد الزيت، بحط سمنة وبحط زيت، وبخلي كمان شوي عشان أحطها على الوجه الأكلة. طيب أنا الحين قبل ما أبهر هذه، بخليها الحين تندمج المكونات حقتها، خليها تنخلط كويس قبل ما أبدأ بإيدي، شغل بإيدي عشان أفرفدها وأحشي. ببدأ بخطوة بسيطة. إيش بسوي؟ بحط شوي زيت أو سمنة هنا عشان ورق العنب، وبقلي هذه اللحمة على الوجهين. طيب أبغى قبل ما أحط أي شيء أبدأ هنا الخضار حقتي. هذا شيء راجع لكم، البصل، بطاطس، طماطم، اللي تحبون تحطونه تحت عشان ما يلصق المحاشي. وهذه بدينا، بسم الله، نقصر النار هنا شوي. طيب نوزن النار ونبدأ نحط الخضار حقتنا والأشياء اللذيذة والناطعة. طيب لو بغيت أنا أسوي مثلا ورق عنب بالزيت، إيش أستخدم؟ أنا أقول لكم إيش أستخدم. اليبرة أسهل من الزيت، يعني اللي بالزيت نسميه يلانجي. طيب ليش أسهل؟ اللي بالزيت بتسوون يعني تقعدون تفرمون بقدونس، تفرمون بقدونس ونعناع وبصل، اوكي، بقدونس ونعناع وبصل وطماطم والرز المصري، نخلطهم مع بعض وبعدين نبدأ نحشي ورق العنب. فنقعد نفرم، انا عندي هذه، وبالنهاية تعتبر مقبلات، ما هي طبق رئيسي يعني، بعد كل هالشغل ونعتبرها مقبلات. انا احب هذه، احس انها صدق تشبع اكثر. نبدأ نحط الأشياء اللذيذة، نحط هنا راس الثوم معاهم تحت. إيش أسوي؟ بحط قطعة اللحمة اللي عندي، بخليها، يا سلام، خليها أقصر النار وخليها على نار هادية ولا أزيد من كذا قبل ما أشتغل بديني. إيش بسوي؟ برش رشة ملح ورشة فلفل أسود، كمان زيت زيادة شوي، فلفل أسود، وخليها. طيب أجي هنا نكمل الحشوة حقتنا عشان أحط إيدي فيها، أرتب لكم المكان ونكمل. هنا أشوف كم أنا بحط من المقادير عندي، نبدأ نفرفد. أبغى اللحم يتداخل مع الأشياء اللذيذة اللي عندي. هذه اللحمة لازم نستخدم إيدينا هنا،
حط دبس الرمان ورشة ملح وبس. هذه المحاشي يعني في ناس لا تحط يعني نفس هذه المحاشي اللي باللحمة، طيب على الطريقة الشامية. وكذا داخلت مع بعض. ايش نسوي عشان بزيدها شوي مويه؟ الحين ابغاها تتجانس مره، نخليها شوي. يا سلام، الريحه بالراس. الكمون حبيبي، الكمون والحب ترى احسن من المطحون. المطحون يغير عليكم لون الاكله وبنفس الوقت يعني ما يعطي الطعم حق هذا. كذا الحين خلصناها، ايش بنسوي؟ بنزيد كمان شوي سمنه. نبغاها ايش؟ نبغاها متغلفه، كل الرزه بحبه سمنه، وهذه سمنه كمان زياده. ممكن احط رشه زيت فيها كمان، بوريكم ايش فوائد الاشياء اللي قاعده اسويها. بس نخلص كمان، بحط بعد رشه زيت شوي. والافضل انكم يعني تكونون ناقعين الرز قبل بوقت عشان يكون شارب مويته، يعني ما يحتاج وقت كثير في الطبخ. مجرد الكوسه اصلا، الكوسه كم تاخذ وقت؟ الكوسه اصلا ما تاخذ وقت، ليش؟ لانها 70% مويه، فايش تحتاج؟ والباذنجان نفس الشيء. هذه الحشوه صارت جاهزه معانا ولونها ما شاء الله جميل. الحين هنا بنشوف اللحمه اللي على النار. والحين بعد ما خلصت الحشوه، طيب برجع لكم بعد الفاصل عشان نكمل الاشياء اللذيذه اللي يحبها قلبكم. رجعنا لكم الحين بعد الفاصل مع المحاشي. يا سلام. طبعا هنا زدت شوي مويه، بخليها على نار هاديه. اوكي، وبجي هنا المحاشي. عندنا انواع حفرات في السوق كثيره، هذه وهذه. طيب هذه صعبه شوي، يعني اذا الواحد قاعد يحفر كوسه بوريكم الفرق بينهم. هذه شيء وهذه شيء. مثلا انا اذا بسوي كوسه باللبن، طبعا هذه ما اقدر اسوي فيها لان الكوسيات صغار، تحتاج كوسه كبيره. هذه شوفوا شلون، بوريكم الاشياء الحلوه. حط هذا هنا. على فكره ولب الكوسه من ألذ الاكلات، تحطونها مع ثوم يا سلام، وزيت زيتون ونعناع يابس، او تسوونها متبل براحتكم. ها شوفوا كيف حفرت كوسه في ايش؟ ثواني. طبعا انا عندي نقدر نحفر كم مره فيها كمان، مو بس مره، بس انا بالنسبه لي احب الكوساية رقيقه، فايش حسوي كمان؟ حزيد حفر هنا الحفاره العاديه. بس هذه الحفاره مره مريحه، مره تلاقونها في كل مكان وقيمتها ولا شيء بالنسبه انها تخدمكم ستات البيوت وتريحكم. حنا نبي نريحكم. وهذه صارت جاهزه عندي ورقيقه من جوا، يعني تمسكونها كذا وتبدون حفر وتحركون. الحين بنبدأ بالثانية، هنا عندي الثانية. طيب بوريكم، أول شيء نستخدم السكينة نشيل الرأس، نشيل الأشياء، بعدين نبدأ بالحفر. الحفارة هنا، هذه من أروع ما يكون. مثلا أنا ما أبغى آكل اللب، حطوه على النباتات، خلوه سميد، إيش يعني؟ طوع على وجيهكم، سووا ماسك. بالعكس شوفوا الكوس، الواحد لمسكها كيف يده تصير من أروع ما يكون. هذه الحفارة أوريكم رقاقة الكوسة، نمسكها هذه. طبعا هذه أصعب كده وتحركون. حتى الطماطم ترى ممكن تسوونها محشي. كيف الحين بوريكم كل الطرق، حتى البصل بوريكم. شوفوا كيف صارت رقيقة، واضحة عندي.
طيب هذا عندي الكوسة. طيب الحين هنا لو أنا بغيت أسوي الباذنجان، هذه باذنجانة برضو هنا بالحفارة. الحين لو أنا ما أحب الباذنجان، أنا أحس إن المحاشي حالاتها تحطون كل الخضار، لو ما تاكلونه أحس يعطي طعم ترى مرة حلو. يعني حطوا لكم حبة، حطوا لكم فلفل رومي، حطوا لكم أشياء اللي تحبون تحطونه، حطوه عادي، شو المشكلة؟ تعطي نكهة، يعني مو تحطون كم حبة بس إنها تعطي مرة نكهة لذيذة. هنا نبدأ حفر. من زمان لما كنت صغيرة كنت إذا رحت عند الجيران، عندنا واحدة من جاراتنا ما شاء الله تبارك الرحمن موسم الكوسة، كان تقعد تحفر 5 كيلو ما شاء الله بدون ما تناظر. كنت أقول يا ربي شلون تحفر بدون ما تناظر، يعني هي تكلمني تسوي كذا وأنا يعني أقول يا الله أنا أقعد كذا، لو في النهاية تخرب. بعدين مع الممارسة، يعني واحد إذا قاعد يمارس شيء ترى ما في شيء صعب. حفر الباذنجان ترى أسهل من الكوسة، الكوسة رقيقة. طب إيش الفرق؟ بقول لكم فرق. الحين أنا إذا جيت أسوي شيخ المحشي كوسة بلبن، الكوسة بلبن عشان نحشيها بس لحمة فخلوها أسمك شوي كذا، كانوا من زمان عشان إيش بس لحمة، واللي يحشونها رز ولحمة يخلونها أرق. كانت تقعد جارتنا تسوي 5 كيلو وتسولف ويجون جاراتنا عندها وهي قاعدة تتكلم وتحفر وتحشي. الحين سويت لكم أنا باذنجانة وسويت، رتب هنا أريكم شيء كيف نبي نسوي الطماطة. طماطة أنا الطماطة الحمراء مزروعة بين الخضرة. طيب الحين هذه طماطة إيش بسوي فيها؟ بسوي دائرة من فوق، ولا تشيلون هذا الأخضر خلوه بالعكس منظره يفتح النفس. سوي دائرة أوكي، بقص شوي كذا من هنا من عندي من السكين، وبالحفارة العجيبة حقتي بقعد، أو الحفارة هذه اللي يريحكم، بقعد هنا شوفوها بشويش بشويش طبوها، حتى بملعقة عادي ترى الطماطم مرة طرية. طيب نقدر نفضيها هنا، ببدأ بالحفارة هذه بحفرها بفضيها أنا، أشيل الأطراف وبعدين أحشيها. طيب الطماطم ما تحطونه في المحشي لأنه هو ما ياخذ وقت، يعني ما تحطونه تحت في القدر، نحط الأشياء اللي تاخذ وقت والأشياء اللي ما تاخذ وقت نحطها فوق زي البطاطس والطماطم لأنهم بسرعة يستوون. هذه المحشي خليت الدنيا هنا عشان هالطماطة الحمراء. طيب خلصت، يا سلام كذا، هذه طماطة لو جيت تحشرونها خلصون تسكرون كذا من أروع ما يكون ولا أحلى من كذا. نرتب الحين ونروح للحشي. طيب الحين أنا مثلا بقول لكم شيء، عندي الخضار، الخضار هذه لما أحشيها إيش لازم أسوي؟ بوريكم بعد البصل. الخضار لما أحشيها إيش لازم أسوي؟ أهم قاعدة في الحشي، أول قاعدة تعبين ربعها كذا، يعني 3/4 كذا. بعدين لما تحطين الحشوة لازم تضربينها 3 ضربات عشان إيش؟ عشان يتوزع الرز بوسطها. تشوفون بعض الناس المحاشي حقتهم منكسرة من هنا، الحشوة كثيرة، ليش؟ لأن حطوها بس هم ما يدرون من تحت كيف. أنا يا تقدر أوريكم بالكاميرا أبسويها، بحاول أسويها وأقصها بالنص اللي أنا بس حشيتها واللي أنا ضغطتها، بوريكم الفرق بينهم. طيب الحين أنا بحط الحشوة هنا، عندي حشوة الكوسة وريحتها عاد هذه الخلطة اللي أنا بسويها، بوريكم بضربها كم ضربة وبوريكم كيف. شوفوا شلون خليتها شوي عشان لما بوريكم، لو انا الحين هذه الباذنجانة مثال، لو انا حشيتها وبس حطيتها على طول ايش بيصير الفرق. هذه انا حشيتها بس ما ضربتها، طيب انتوا تشوفونها مليانة صح؟ شوفوا لوين واصلة، بفتح لكم اياها وشوفوا كيف. شوفوا
شوفوا مليانة، يعني ما توزع الحشوة يعني مكدسة، لا أنا بضربها وبشيك عليها، أبغى هذا الربع كذا يكون فاضي، وأبغاه في فراغات عشان لما يستوي الرز يتوزع صح. يعني الرز هذا ترى بيتدبل كميته، انتوا الحين تشوفونه ني ولسه ما استوى، بس لما يستوي ايش بيصير بكميته؟ بتتوزع. اوريكم هنا الكوسة اللي شوفوا كيف متوزعة في فراغات عشان يلحق يستوي. طبعا لا تخافون انا سويت لكم طبخة ومجهزت لكم اياها عشان تشوفون كيف، بس انا قاعدة اوريكم كيف احنا ممكن نحشي. وهذه عندكم نسوي كمان واحدة زيادة. طب لو عندي بصل كيف احشي البصل؟ هو كذا قاسي، ايش اسوي؟ اسوي من هنا ضربة فيه واكون حاطة موية، اوكي، وبعدين اسلقه بالموية، اسلقها زي ما هي البصلة كذا. لما اسلقها ايش بيصير فيها؟ بتصير طرية، بصير افتحها واحط فيها الحشوة وارصها. طبعا البصل ياخذ وقت طويل في الطبخ، فايش بنسوي فيه؟ بنحطه اول شيء من تحت، اول شيء البصل، بعدين مثلا ورق العنب مع بعض، ممكن تسوونها دولمة وهذه الاشياء. ونبدا نحفر الكوسة. شوفوا الحين هذه الكوسة مثلا ما اقدر احفر بهذيك الحفارة لانها صغيرة شوي. اول شيء تسوون كذا، وبعدين نبدا الاشياء الثانية. اناظر فيكم اسوي زي جارتنا، الواحد وهو طفل ما ينسى شيء، عشان كذا خليكم مع اطفالكم رقيقين، وروهم كل شيء حلو عشان يتذكرونكم كل شيء حلو، لا نكسى عليهم حرام. انا اشوف بعض الناس مره مره يكسون على عيالهم، يعني شيلي هذا، يعني ما في بعض الامهات الله يهديهم لما تدخل البيت كانه زلزال، كانه بركان. صليتي، غسلتي، طب واجباتك حليتيهم، سويتي كذا، طب خليكم كذا رقيقين. يعني ترى الدنيا ما هي طايرة، ترى الحوسة حلوة. يعني الناس اللي كذا مرة شخصياتهم كذا دائما متنشنين، سويت كذا، يبون عيالهم كاملين، يبون درجات، ما في شيء كامل في الدنيا. أنا عيالي على كيفي ولا الدنيا على كيفي؟ وسعوا صدركم وسووا محشي، ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعت لكم مع المحاشي. طيب المحاشي، ما ذكرتوا باب الحارة وأبو عصام؟ إحنا اليوم بنسوي لكم ورق عنب حق أبو عصام. بنبدأ أول شيء قبل الورق عنب، بس كمل شغلة واحدة والصوص، وبعدين نبدأ بورق العنب. طيب الحين نبدأ بالفلفل من هنا كذا بشكل ناعم، بعدين أحشوها، ما يبيلها ولا شيء. ها أحشوها، طبعا زي ما قلنا الكمية النص، نقص هذا الأبيض. شوفوا عندي هنا نوخر الطماطة من هنا، نشيل هذه وخلص، من أروع ما يكون. هذه فاضية، نحشيها هنا بالحشوة حقتنا، ونسوي الحين الصوص ونحطها على النار بس كذا. ها خلوها تكون إيش، ماخذ راحتها عشان لما تحطونها على النار ما تخرب. وحطها الحين بنسوي الحشوة، نبدأ بالطماطم. هذا الطماطم عندي، ببدأ بالطماطم، بقطع الحين الطماطم اللذيذ. الطماطم على فكرة ممكن تسوون في شيء، في موسم يكون الطماطم فيه مرة رخيص، ممكن تضربونه بالخلاط، تبون تغلونه غلوة مع ملح وسكر، ملعقة سكر ملعقة ملح عشان يتوازن حموضة، أو ممكن لا تحطونه بالفريزر، من أروع ما يكون. في أوقات ترى في أشياء كثيرة نقدر إحنا نستفيد منها، مو لازم نستنى الشيء لما يصير يعني غالي. نشوف لما نروح السوق نستمتع ونتقضى ونشوف السعر. الحين نضرب الطماطم بالخلاط عشان صوص المحاشي. شوفوا ايش بحط، بحط معجون طماطم هنا عندي، وبحط الطماطم. طيب كيف انا الحين الطماطم، تحسون بعض الاحيان يكون مرة حامض، كيف انا توي قاعدة اقول لكم لازم نعطي توازن للاكلة، ايش نسوي؟ نحط ملعقة سكر، ترى ملعقة ما تضر، حتى بالرز طلع مالح حطي سكر، صدقيني والله يعني مو سكر كمية كبيرة، يعني شوي شيء خفيف بيعطي توازن للأكلة، وبتروح بتخف الملح. أو إذا ما تبي تحطيه مثلا
عندك مرق عادي تحطين فيه بطاطس، رز حطي فيه قطع بطاطس برضو يشرب الملح. تشوفون البطاطس دائما يشرب الملح. الحين نبدأ نضربها بالخلاط ضربتين، نزيدها موية. من أروع ما يكون. أنا أحب الأشياء الطازة، أحسها غير. شوف اللون، نحطها على النار تطبخ، نهديها، نرش لها رشة ملح، فلفل أسود، وأهم شيء في المحشي إيش؟ النعناع اليابس. الحين نخليها تطبخ. والخضار هذه ترى ما تأخذ وقت أبداً، يعني احسبوا لها بالضبط بالضبط بعد ما تغلي 30 دقيقة. ونرش رشة ملح، تمام، رشين فلفل. نستمتع بلذ أكله. طيب نرجع الحين، إيش بسوي الحين؟ بشتغل على الأشياء الحلوة اللذيذة اللي عندي، اللي هي ورق العنب. طيب ورق العنب اللذيذ نبدأ فيه. شوفوا بوريكم شيء، بعض الناس تغلط غلطة، إيش تسوي؟ الحين هذا تشوفون هذا الوجه حق الورق العنب، في شيء جهة تلمع زي ورق السوشي وجهة ما تلمع. احنا بنحطها على ايش؟ على هذا الوجه، نبي اللي يلمع برا. شوفوا نحط هنا كم حبة، طبعا نقص الأعواد حقتها. في أنواع ورق عنب التعب وفي أنواع لا. ونبدأ نوزع. إذا كان عندكم صينية كبيرة أسهل لكم كذا، وبعدين ابدوا لفوها. أنا حتى لو جيت أسوي الأشياء الصغيرة زي الششبرك وكذا، في ناس تحبها مليانة، ناس تحبها شوي، براحتكم. أنا عن نفسي أحبها مليانة. نبدأ نلفها، شوفوا 1 2 3 ونلف. بسوي لكم كم مقاس وانتوا اختاروا اللي انتوا يناسبكم. تبونها كذا؟ طيب تبونها طويلة ونحيفة؟ حلوة طويلة ونحيفة. طبعا الريحة قامت تطلع، شوفوا كيف أقدر أنا أتحكم فيها. وبالحشوة نطويها، هذه نحفتها وطولتها، هذه لا بخليها الحجم اللي أنا أحبه. طيب ترى على فكرة هذه مرة تشابه الكبيبة. تبون بسوي لكم حبة تشوفون الفرق بينهم. الكبيبة كيف نلفها؟ هذا ورق العنب. طبعا الكبيبة يفضل ورق عنب فريش. ورق العنب فريش ايش نسوي فيه؟ نحطه على النار، عليه مويه حاره، رشه ملح، تغلي شوي واستخدموه. الكبيبه هذه الورقه. طيب عشان اوريكم هنا اوضح، وهذه الكبيبه نزود الحشوه شوي. تشبه ترى مره. هم ايش الفرق بينهم؟ انه ما يستخدمون العصفر وهالاشياء. 1 2 3 هنا 4 5 6 شوفوا صارت حبة كبيبة. نسويها كذا، ها نقدر نسوي كم شيء. ريحة الحين ما شاء الله قامت تطلع. نسوي لها دقة ثوم الحين مع النعنع. يلا من فضلك، ويا سلام شم الريحة. يلا هذه ورق عنب. طيب بنسوي كذا وبنسوي كذا، شوفوا كيف حلوها. في انواع طبعا ورق عنب تعب صح، وفي انواع كبيره. الكبيره قصوها نصين. هذا ورق العنب، وريكم كيف. 1 بعدين اطوى. انا طويتها اول طويه، بعدين اطوي الاطراف، بعدين اكمل. هذا الحجم. في غلطه يغلطونها كل ستات البيوت، مو كلهم طبعا، لا طبعا ست البيت ما تغلط، هي فنانه. لا البعض يعني اللي توا داخل المطبخ، خلنا اقول لكم عليها. البعض من ستات، البعض مو من ستات، من اللي توهم بادين في المطبخ. إن لما تحط ورق العنب تحط البصل، عشان ما طبعا هذه الاشياء تحمي ورق العنب. بصل، بطاطس، طماطم، ثوم، فلفل بارد، فلفل حار، ونبدا نصف ورق العنب.
طيب الورق العنب كذا انا قاعده اصفه، لما احط عليه مويه ايش يصير؟ يطلع فوق، فانا ما ابغى يطلع فوق، ايش اسوي؟ اجيب السقاله موجوده بمحلات المواعين يكون فيها كذا فتحات عشان لما يطلع المرق ما تطلع برا، او ما في ما يخالف، جيبي صحن اقلبيه طيب وحطي مثلا هذه عبيها مويه وحطي عليها، ما تبين هذه شفتي نفسها ورق العنب العلبه عبيها مويه وحطيها عليها، وبعدين اوزن المويه. مثلا ورق العنب على فكره ممكن يشرب مويته، ايش اسوي؟ ما يصلح تخلينه وتروحين كل نص ساعه ساعه شيكي عليه، وياخذ تقريبا 3 ساعات ياخذ وقت، عشان احنا ايش نبغى نسوي؟ شوفوا هذه الورقه كبيره، نسوي نفس المرحله نفس الخطوات، نبدا نلف شوفوا طلعوا كلهم نفس المقاس حسب ما انتم تحبونها، احنا نبغاها كذا دايبه نخليها 3 ساعات 4 ساعات يكون المويه. طب انا الحين كثير تجيني يقولون ورق العنب اسود، ايش نسوي؟ لما انت خلصتي الورق طيب خليه بمويه، خليه لا تفتحين عليه، خليه شوي، خليه لما يشرب المويه ويهدي على النار. ليه؟ ما نبي يقلب لونه اسود، نبي يظل كذا لونه اخضر حلو وجميل، ما نبي يتغير لونه. فاحنا لما نخلص زي ما قلت لكم نصيحة الرز، لما يخلص الرز لا تشيلينه على طول، خلي حتى لو مطفين عنا النار خلي شوي ما يخالف. وهذه ورق العنب يا سلام، ونصفها بالقدر بينها فصوص ثوم لأن حاطين فيها لحمة، بس اللي بالزيت لا ما نحط. وهذه نسوي لكم كمان الكبيبة، أكثر شيء الناس مستصعبينه ويجيبون فنجان يقلبونه، مع إنها أسهل شيء. ها 1 2 3 انا ما ابغاها مربعه لا، ودي لو في سطح ابيض اوريكم كيف شكلها، شوفوا كيف طلعت، ما طلعت مربعه، ها شوفوا في فرق بين اللي اشوفه بعض، لا كذا الكبيبه حالاتها. ونرجع للمحاشي هنا عندي ونبدا بخطوه صغيره، ايش؟ الثوم الثوم الثوم، هذا خلصنا الحين هنا ورق العنب ونجي للثوم. طبعا هذه أهم خطوة في المحاشي هي الثوم، إيش بسوي فيه؟ بدقه بوريكم كيف عشان ما نزعجكم، أنا بدقه هنا بس وضربة خفيفة هنا، ولأن دقتوه كذا على مع ملح رشة ملح الحين يا سلام يا سلام يا سلام. وهذه ثوم، المحاشي يبي لها ثوم عشان يطلع طعمها، ويبغالها لو كذا حط عليها ملعقة سمنة المرقة حقتها، رشة ملح ورشة سكر عشان يوازن الحموضة. وهذه ثوم طيب، بقول لكم الحين لما نخلص ورق العنب وريتكم الخطوات ايش نحط عليها صوص. هذا خلصنا الحين الثوم، ريحته ما شاء الله تبارك الرحمن من اروع ما يكون المحاشي ما شاء الله. طيب خلصنا هنا عندي هذه، ايش بسوي؟ بحط عليه النعنع اليابس، تشوفونه ورق، ليش؟ ابغى افركه عشان يطلع احلى نكهته اقوى. وهذه عندي خلصت هنا طيب، شوفوا كيف، ايش نسوي؟ بوريكم خطوه عشان ما يدق صوته في البيت كله، نحط هنا ونبدا ندقها. طبعا نسينا رشة الملح أهم شيء عشان نبغى الثوم يطلع كل السوائل اللي فيه. نحطها على المحشي، هذه صارت جاهزة، نجي عند المحشي ونحطها. شفتوا لما حطيت المنشفة تحتها ايش سوت المنشفة؟ سحبت الصوت. سلام على الريحة ما شاء الله، الشبعان يجوع. خلصنا هنا هذه الخطوة. طيب ايش الحين بسوي؟ خلصنا هذا ورق العنب، هن اقول لكم شيء، انا حطيت ورق العنب مثلا، طيب حطيت ورق العنب، ايش الشيء اللي بسويه بعد كذا؟ صفيته، اول شيء البصل
بطاطس طماطم ورق عنب صفيته، بحط عليه صوص الليمون، ليمون ومويه. انتم حطيتوا قطع دهنه او سمنه، ذوق الطعم، تبي شيء زياده. احنا حطينا مع الحشوه ملعقه دبس رمان، ممكن عشان الحموضه ممكن رشه خفيفه، وبعدين نخليها تطبخ وتصير من اروع ما يكون. باقي لي شيء بسيط هنا، باقي لي سلطه لبن بخيار. طيب هي يمكن جنبها لبن، بس انا قلت بسوي لكم سلطه لبن بخيار، لاني قلت ما دام فيها نعناع يابس وثوم ودقة خلاص كل شيء جاهز. نفرم بس هنا الخيار فرمة ناعمة، البعض يبرشه واحس انه تروح طعمه، فانتوا افرموها ناعم، شوفوا كذا براحتكم، احلى لما تقرمش في الفم. الريحة قامت تطلع، يا سلام ما شاء الله المحاشي ريحتها تاخذ العقل. وبخلص هنا بسرعة، بفرم الخيار ناعم عشان اجهز السلطه حقتي، وارتب واحط لكم هنا كذا فرمه كذا ناعمه، ما ابغى ابرشها في زبادي. ترى انواع مره تيجي حلوه مع هذه، اسمها زبادي، نوع كذا يجي حامض. يا سلام اسهل سلطه في الحياه. بس عندي هنا اصلا انا داقه ثوم ونعنع بستخدمه، بس شويه مو كثير، بحط عليها نعنع يابس. وهذا شيء اختياري على فكره، تقدرون تستخدمونه وتقدرون ما تستخدمونه. حط رشه ملح، وهنا عندي عشان طلعت ريحتها. لازم أقدم لكم الأكلة، صارت جاهزة. ورق العنب اللذيذ، طيب، والمحاشي الحلوة اللذيذة. طيب بقى شيء واحد، صديق ورق العنب إيش هو؟ صديق المحاشي النعناع اليابس. وهنا هذا صار جاهز، والحين طلع لكم النعناع صديقنا وحبيبنا، حبيب المحاشي وحبيب الكل، ونزين فيه. طيب كل المحاشي والأشياء هذه والريحة، هنا المرق، وعندي هنا. طيب هذه كيف بس بوريكم، نحط عليها شوي من المرق اللي احنا سويناه عشان يعطيها كذا حياة ورونق. نشوف، ناخذ شوي من الموية هنا عندي ونزيدها. يا سلام يا سلام، هذه أحلى محاشي بطريقتي أنا، شيف ضحى. خلصنا، هنا بقى نزين المرق حقنا. طيب وبقى شيء واحد اللي هو الرمان، حط رمان عليها، ورق العنب، كل يعطيه كذا حياة ونروح الرمان. وهذا زيناه بالرمان، ويا سلام يا سلام يا سلام. حتى المحاشي لو حابين تحطون كم حبة رمان، وهذه باقي حبات الرمان الجميلة واللذيذة. وأتمنى إن اليوم الأكلات اللي سويتها أعجبتكم، وبالعافية علينا وعليكم.